مرحبا، اليوم راح أحكي عن الأوبشن اللي اسمها Screen Recording بباوربوينت. هيدي الأوبشن تسمح لي سجل كل شيء أكتيفيتي عم بيصير على الشاشة عندي، سواء كان بباوربوينت أو برات باوربوينت. هيدي الأوبشن موجودة بالباوربوينت 2013-16 وطلوع، بس ما بلاقيها بالفيرشنز الأقدم اللي هن 2010 و7 مغيرون. كرمال فوت على هيدا الاوبشن بروح على insert وبروح على اليمين وين في screen recording. بس اكبس على screen recording، اول شغلة بتبين عندي هي اخر window انا كنت عم بشتغل فيها. انا كنت عم بشتغل على الانترنت، فبينت الويندو تبع الانترنت. كمان بين عندي window صغيرة فيها الأوبشنز تبع التسجيل، منهم الزر الأحمر ريكورد، السكوير كرمال أعمل ستوب في حال كنت عم سجل، سيلكت أريا تحدد الأريا اللي أنا بدي سجل من ضمنها، الأوديو تينسمع الصوت أنا وعم سجل، ريكورد بوينتر كرمال كمان يسجل حركة البوينتر عندي. قبل ما بلش تسجيل بتأكد من الاريا، فبعمل select area وبحدد الاريا اللي انا بدي سجلها، وبس حددها كل شيء activity برات هالاريا ما بيتسجل، كل شيء activity ضمن هالاريا رح يتسجل. متى قررتها بكبس الزر الاحمر record، يعطيني countdown تيقلي. بس يخلص هالكاونت داون ببلش انا سجل واحكي. بدي اقرا مثلا، بكبس على ريد بيفتح لي الويندو اللي انا كبستها، وفيني انا كل شيء انا عم بعمله ضمن هيدي الاريا ببين. بدي ارجع كمان بنزل، فيني انزل نزول، وفيني اطلع طلوع وشوف كل شيء مثلا انا بدي احكي عنه ضمن هيدي الاريا. مثلا معش بدي الانترنت، بدي انتقل لسجل ضمن هالاريا بباوربوينت، فيني اكبس ال تاب، يكون اوريدي انا فاتحه كل الدوكيومنت اللي بدي سجل من خلالهم، ال تاب، وبنبش على الباوربوينت اللي بدي سجل منه وبختاره. وهون كل شيء انا بعمله ضمن هيدي الاريا رح يبين عندي بالتسجيل. هلو، ورح احط كمان سمايلي. كل شيء بيشتغلوا برات هالاريا ما ببين عندي بالفيديو. بس خلص تسجيل بطلع طلوع لفوق وبقول له stop recording. بس اعمل stop recording، هيدا الريكوردينج اللي انا سجلته بيجي بالسلايد اللي انا كنت حطته لما عملت insert screen recording، وبس اعمل له play لهيدا السلايد الصوت عم بسمعه، والاكتيفيتي اللي انا عم بعملها كمان عم تبين عندي بالريكوردينج. رح اقرب شوي الفيديو تفرجيكم كمان كل شيء اكتيفيتي انا عم بعملهم. اوكي، الفيديو تسجل. اهمية هيدا الاوبشن غير انه الفيديو تسجل، هيدا الفيديو انا بقدر اعمل له سيف as an entity مش ضمن الباوربوينت. بعمل right click وبقول له save media as، وفيني سميه وحطه بالمحل اللي بدي اياه واستعمله وين ما بدي، وحتى اعمل له upload على الانترنت. Thank you.